تري بيان. شوف انسان كيتلقى صدمه حاجه الاولى لازم يكون عنده كما حنا نقولوا المجموعه تاع الكونفور اللي راهي رايحه كما نقولوا مع الاول في مستوى الصدمه. أوكي. لازم عنده انسان اللي يروح يحتويه، راح يكون كما نقول ودود ليه، يبدا يقول له صافالي معليش الى موت ولا طلاق ولا تو ريبونديغ راك رايح تجوزها، وكما قال فتره انسان ايجابي اللي راح يعطيك هذيك كما نقولوا حنايا الطاقه الايجابيه واللي حيفضفض عليك. فهمت شنو نقول لك؟ مجموعه هذه لازم تكون متواجده في حياتك، يماك خوك، انسان اللي تقدر تروح تبكي عنده، تقدر تروح ورايح كما نقولوا حنايا يفا تو ريكونفورت، رايح يعطيك هذيك الطاقه، رايح يحتويك، رايح يحن عليك، يجبر لك جرحك، من بعد لازم تروح تعالج. باسكو علاش؟ الانسان اللي تلقى صدمه هي وشنو هي رساله الصدمه؟ رساله الصدمه تقول لك انك انت لازم تغير من الحقائق تاعك، لازم تكون متوازن، لازمش تكون عندك بزاف الايجو، ولازم تكون انسان كما قال تدرك الحقائق اللي كما قال الناس كاع تدركها بصح بطريقه واعيه. علاش؟ باسكو حنا لو كان جينا نعرفوا بلي الموت ان امبورت كان مومون تجيك ما تتشوكاش، يعني صح ولا لا؟ يمكن توجد روحك راك عارف بلي كيماك، باباك، خوك، اختك، زوجتك، انت، وليدك، كم راح ما قالناش ربي قالنا بلي هذه الحياه نهايتها يعني الموت، صح ولا لا؟ انت تدرك بلك ما نطلعش سقف كما قال التوقعات تاع الانسان، لانه الانسان قابل للتغيير. وانا عارفين بلك في الحياه ما كاش ضمانات 100%. لو كان جينا نعرف ونحتويو بعمق، باسكو علاش دوكا هنا دوكا انا مركزين كامل وتقول لي وين عارف، بصح علاش تتشوكا كي يجيك موت فجائي ولا تجيك طلاق ولا تعرف بلك هذاك الانسان تغير؟ يا اخي هذا امر طبيعي، حنا نعرفوا بلي دوام الحال محال، صح ولا صح لا؟ صح صح. ويقول لك كما قال الحياه ما فيهاش ضمانات، ما كاش حاجه 100%، ما كاش انا كسبت حاجه 100%، من اليوم لغدوه الامور تقدر تتغير. كل شيء زائل. صح ولا لا؟ صحيح. جاتنا كنا قاعدين في امان الله جانا الكوفيد، صح ولا لا؟ خلاص غيرنا حياتنا 360 درجه. صح. هذه الامور، هذه هي رساله الصدمه.